شايف مشاركه محمد صلاح ازاي مع الكابتن حسام على مستوى المباراتين وعلى مستوى الاداري بالنسبه لموضوع الشاره؟ عايز اخد برضو رايك في موضوع الشاره، لان كان اثير مواضيع وناس رايها، ناس كتير رايها ان محمد صلاح هو يعني هو يستحق شاره كابتن منتخب مصر في الفتره اللي جايه. هو طبعا ما فيش شك ان يعني هو صلاح لعب ماتشين مع كابتن حسام، مباراه كينيا، ولو اتكلمنا على مباراه كينيا كان الاداء بشكل عام كله يعني مش محمد صلاح بس، يعني كل كان الاداء كل الفرقه، الفرقه كلها كان ادائها يعني ما كانش كويس. فبرضه يعني لسه ما اعتقد انه لسه برضه الكيمياء لسه يعني مش راكبه قوي مع بالنسبه لصلاح يعني مع الجهاز، مع لسه طبعا اكيد لسه مع الوقت طبعا هتلاقي في حاجات هتبقى افضل من صلاح. النهارده افضل شويه، افضل بكتير من مباراه يعني بالزبط. حتى النهارده الاداء كله بقى بشكل عام كلهم يا كابتن، كلهم. مش بس صلاح بس صلاح برضه حاسس انه النهارده يعني لا فاكك يعني صلاح كان، خد بالك صلاح برضه ما جاش فتره كبيره وكان شويه زعلان يا كابتن هاني لو حضرتك فاكر موضوع التصويت، تصويت لما حصل الاستفتاء طبعا التصويت بتاع اتحاد الكوره وما صوتش وكان حصل تأخير. مشاكل اداريه بره الملعب يعني اصلا ما لهاش علاقه بالكابتن حسام خالص، لا طبعا بس طبعا. كان محمد صلاح زعلان وده حقه صحيح، ما يبقى يحصلش تصويت وكده او يحصل خطا او ده اللعيب بتاعنا اكيد طبيعي ان يحصل، ما يحصلش طبيعي ان ده ما يحصلش يعني. فصلاح ما يعني فتره كبيره ما جاش بقى لاسباب مختلفه بقى شويه كورونا وشويه كان هيلعب خلاص وعنده كورونا وشويه كان مصاب وشويه كل ده احنا يعني فتره كبيره عدت. وبدايه صلاح مع منتخب مصر مع كابتن حسام البدري هو مباراه كينيا ومباراه النهارده. النهارده صلاح كان فاكك، لو تشوفه حتى نفسيا كده تحس انه ايه اداؤه مختلف. ده بالنسبه طبعا بالنسبه للشاره يعني انا بحب الموضوع الادميه يا كابتن هاني يعني الادميه طبعا. بص احنا بلدنا مختلفه عن اي بلد في العالم يعني، في بره بيدوها طبعا، ميسي بياخدها، كريستيانو بياخدها، ممكن ما يبقاش القديم ما يبقاش اقدم لعيب في الفرقه، بس احنا كبلد عندنا دي يعني احنا مختلفين شويه في الحته دي يعني. لا اللعيبه عندنا الافضل انه يبقى القديم هو اللي يبقى ده حصل. ممكن تاثر على نفسيه اللاعبين يعني، لو بنتكلم على نفسيات اللاعبين على مستوى الاداره الفنيه، السؤال يعني على مستوى الاداره الفنيه ولا على مستوى اللاعبين بتفرق؟ الاثنين يا كابتن، هيحصل بلبله جوه الفريق صدقني، هيحصل بلبله في المعسكر وفي الفتره وهم قاعدين على الاكل وهم قاعدين في في الغرف مع بعض، هيكلموا كتير فيها كتير جدا. الدرجات دي تفرق على مر التاريخ في بره في اوروبا، حضرتك عارف طبعا يا كابتن هاني، بتلاقي ممكن بيبقى في حد بيحصل زي تصويت اوقات صح. بيحصل تصويت واوقات مدير فني هو اللي بيختار صحيح، ده بره بيحصل الكلام ده وشفناه كتير. هنا في مصر عمرها ما حصلت غير مره واحده مانو الجوزيه مع الحضري لما اداها لشادي. طب قول لي الاجواء دي كانت ايه يعني، كان في اجواء لغط شويه زي ما انت بتقول ممكن تعمل شويه بلبله شويه عملت شويه اكيد طبعا الفتره نفسيات اللي مش المعسكر ده، المعسكر اللي كان قبل كده اللي كان صلاح فيه عنده كورونا طبعا هو ده الفتره اللي اشيرت فيها ان صحيح. ده اللي فات على طول كانت قال ان صلاح يعني عايزين نكرمه وعايزين ايه يعني او نصالحه بمعنى ادق يعني صح. ان صالح صلاح عشان صلاح كان وقتها كان زعلان واتقال انه صلاح يعني ياخد الكابتنه وكده وصلاح جاله كورونا ويعني ما شاركش وما شاركش يعني. انما هو الافضل انا شايف كان في هدوء بقى المره دي وكان في هدوء المره دي وان الافضل اللي ياخدها تم الاتفاق يعني الاتفاق تم في الاخر، وانا شايف ان هم اتكلموا برضو مع صلاح يعني اكيد صلاح واكيد صلاح وافق على الكلام ده ان عشان برضو ما يحصلش بلبله في جوه الفرقه وجوه الجهاز الفني يعني فمشيت بالشكل ده واعتقد ان كده افضل بالنسبه للعيبه المصريه. وممكن بقى تيجي في الملعب يعني، ممكن تيجي في الملعب زي ما النهارده مثلا نني كان هو بعد عمرو السوليه، تيجي بقى من اللعيبه نفسها جوه في الملعب بقى. بالظبط يعني تيجي العمليه ان لا انا طالما متواجد مع صلاح انا من نفسي انني اقول لا اديها لمحمد صلاح، فدي عمليه حب ما بين اللعيبه. ممكن اللعيب يوافق، ممكن اللعيب يعملها زي ما حضرتك بتتكلم كده بالظبط، حب انني عملها بالظبط، ممكن لعيب تاني ما يعملهاش طبيعي لازم يكون مقبول صح. ايوه والله بجد بيحصل. عشان اقول لحضرتك احنا عندنا الاجواء عندنا مختلفه شويه ولا بس هو حق على فكره، ممكن في بعض الاوقات المدير الفني يقول انا هديها بس لو المدير الفني عمل كده صدقيني هيحصل مشاكل كتير قوي صح. وهيبقى السبب فيها المدير الفني. الافضل يعني انا رايي ان الجهاز الفني يبقى بعيد عن الحته دي. برافو عليك صح، يبقى بعيد عن الحته دي خالص عشان ما يتقالش اصل هو خدها من ده لا، هي بالادميه وهي ماشيه طول عمرها كده فتمشي بالشكل ده. طيب عايز اخد راي حضرتك في بعض الاسماء اللي كان يعني فيها مانو الجوزيه طبعا اللي عملها ويعني كان فيها شده طبعا فيها بس هي يعني برضو الامانه عدت ومشيت يعني وكان بياخد بطولات بيها بالشكل ده، خد بطولات كتير يعني. طيب.